اوكي صار لي ساعتين قاعد العب من غير ما اسجل طبعا. وصلت ليفل 16 من اخر حلقه شفتوها في القناه. وطاحت لي ايتمز جميله جدا. اللي صار وشو اني رجعت لكل كوكب، رجعت للكوكب الارض في البدايه، خلصت المهمه هذه. رجعت لكوكب القمر، ما ادري اذا القمر كوكب ولا لا، خلصت المهمه هذه. رجعت لفينوس، او اللي ايش كان اسمه، ايش كان اسمه بالعربي، عطارد الظاهر زبده واحد فيهم، وخلصت المهمتين هذول. المهمات الزرقاء هذه اللي في وسط الكواكب تعطيك تحارب وحوش مره كبار ومره اقوياء، والظاهر انك ما تقدر تخلصها لحالك على ما اعتقد. يعني تقدر تخلصها وتقدر تدخل عليها، انك تضغط عليها زي كذا ويدور لك ناس. لو تلاحظون مكتوب بلاي ستيشن بلس ريكوايرد في الخيار الرابع، او في الاشياء الشيء الرابع اللي موجود تحت، فيطلع لك ناس من النت كانك تلعب معاهم. وهذه كانت الطريقه الوحيده اللي كنت اقدر العبها، لانه اغلب اللي يعرفهم ما يلعبون الحين، او مو بلا صح مو ما يلعبون، مو موجودين الحين. ف قلت نشوف شو السالفه. هذه شيء ما ادري وشو بصراحه. انا ما اعتقد انه هذا كل الاشياء اللي موجوده في اللعبه. احنا وقفنا في البدايه او في النهايه في الحلقه الماضيه عند مارس او في المريخ، ما بدينا فيه طبعا. كان الليفل حقنا الظاهر 12، وكنا شوي ضعيفين على المكان ذا. حاليا صرنا 16 وصار نورمال عندنا. الشيء الثاني برضو اللي سويته اللي هو البترول. تدخل هنا تضغط على المكان الاول في كل كوكب، لو تلاحظون مكتوب ليفل 4 بترول. بترول تسوي المهمات اليوميه هذه، اللي تدخل تخلص 6 مهمات الظاهر او 7 مهمات ويجيك اكس بي عليها. لو تلاحظون يعطيني شيء اسمه فانغارد ريبيوتيشن، فشيء مره ممتاز هذا. برضو سويت بترول هنا في القمر. وبرضو الشيء الثالث اللي سويته انه في الارض، لو تلاحظون انا خلصت الخمس ايش اسمهم هذول، تشست او الصناديق، رجعت للقمر سويت جبت الخمسه كلهم. طبعا ما سويتهم لاني دخلت اونلاين وشفت احد قاعد يعلمني وين اماكنهم وطلعتهم الخمسه. بالمناسبه في كل كوكب في صندوق واحد في المهمات الكبيرة هذه اللي لازم تلعبها مع ناس. وبرضو في فينيس خلصت الخمس صناديق. طبعا في المريخ لسه ما بديت، لسه طلع لي الشيء هذا اللي اسمه سترايك بلاي ليست. هذا يبدأ الظاهر من ليفل 18. طبعا تقدر تسويه انت وخوياك. احس انه شيء مرة ممتاز. يبغالي اشوف، لا ما يبغالي اشوف احد، لانه هذه برضو ماتش ميكينج، يعني يطلع لي ناس من الاونلاين اقدر العب معاهم. لكن ما راح اسويهم الحين، راح اسويهم من غير ما اسجلهم احسن. هنا برضو في مهمه تقدر تسويها، ميريديان باي مارس والشيء هذا. خليني اوريكم الايتيمز اللي جتني والاشياء اللي طاحت لي. في كل كلاس في نوعين تقدر تختار، تقدر تختار القوه الرئيسيه او الشيء الرئيسي، وتقدر تختار اللي هو الشيء الثانوي. طبعا في الهانتر في شيء اسمه جان سلينجر، هذا اللي يستعمل مسدسات، وفي شيء اسمه بليد دانسر. بليد دانسر اتوقع انه له دخل في السكاكين، انك ترمي سكاكين وما نعرف ايش. فانا راح ابقى على الجن سلينجر. تشوفون الاشياء اللي طلعت لنا هنا، طبعا هذه كانت موجوده من قبل، هذه موجوده من قبل، هذه من قبل موجوده، هذه اعتقد انها موجوده من قبل، هذه اللي لسه ما شفتوها اتوقع. هنا يعطيك يزيد الريكفري عندي اللي هو هذا اذا ضاع مني الهيلث يرجع لي مره بسرعه. انا قررت اني ابقى على الارمر او على الدفاع حقي اكثر. عندك سكافنجر بيكينج ايمو ريديوس ذا كول داون اوف يور جرينيد اند ثروينج نايف. هذا اذا شلت ايمو من الارض او شلت رصاص من الارض ينقص الوقت حق القنبله والسكين حقي اللي يرميه. كان في الاختيار الثاني هذا، ان الجولدن جن او الحركه السريه حقتي ذيك، المسدس القوي، بدل ما يذبح واحد يقدر يذبح واحد واللي وراه، يعني يخترق واحد واللي وراه. حسيت انها شوي سخيفه، حسيت ان هذه اهم بالنسبه لي، اقدر ارمي جرينيدز بشكل اسرع وسكاكين بشكل اسرع. تريننج فوكس اون اول اتريبيوتس على الثلاثه هذول كلهم، هذا اسمه اتريبيوت واحد، اتريبيوت واحد اثنين ثلاثه، فهذا يعطيني زياده على الاتريبيوتس كلها الثلاثه. هذا يزيد التفنس بس، يعني يزيد الارمر عندي، ينقص الاجيلتي والريكفري.
الاجيلتي ايش تسوي؟ يقول معك او هذه موفمنت سبيد، السرعه الركض عندي. والثالثه هذه الظاهر بيتر ريكفري، هذه الريكفري لسه ما فتحتها. بريزن كيل انكريس ويبن ريلود سبيد ستاكس اب تو 3 تايمز، هذا شيء اسمه تشين اوف وو، هذا اذا ذبحت احد هيد شوت او خلينا نقول كريت اللي يطلع بالاصفر يعطيني شلون، ايش معنى ستاك بالعربي؟ انه يصير فوق بعض ثلاث مرات بس، اذا وصل الثالثه عندي 10 ثواني لازم اذبح واحد برضه بهيد شوت. الميزه منها ان اذا وصلت ثلاثه يزيد من الريلود سبيد او اللي يعشق يعني يزيد سرعه التعشيق. انكريس رينج اوف جولدن جن، هذا احس لسه ما فتحته بس احس انه برضه بتكون سخيفه. فهذا بالنسبه اللي صار لي اليوم اللي قبل لا اسجل، طاح لي برضه كم ايتم جميل جدا. ليش ما حطيت هذه هناك؟ غريبه. او قلت بوريكم اياها صح. الهلمت ذا طاح لي برضه من البوس ليفل 16 113 ديفنس. عندي الهلمت هذا الرير، الرير هم النادر، الاخضر هو الانكومن اللي ممكن ما يطيح لك بس انه يطيح يعني، والابيض اللي هو ابو كلب. ف عندي اليد هذه ابو ليفل 12، عندي التشست، عندي التشست هذا افضل من الازرق، قررت اني احس انه افضل من اللي عندي صراحه، لانه ما انا ما عندي لا شتجن ولا عندي سكاوت رايفل، والسترينث عندي اوكي انه ينقص من الكول داون حق حق الثروينج نايف، بس ما احتاج الثروينج نايف، هذا يعطيني ديسيبلين، يعطيني هذا الشيء ينقص الكول داون حق الجرينيد حقي، فراح ابقى راح البس اللي هو الاخضر. صحيح انه مو هو برير لكن احتاج هذا. هنا حاولت اني اسوي ابجريد لكن للاسف ما عندي سافاير واير، هاي الظاهر تجيب السافاير واير لما تسوي ديسمانتل الاشياء هذه الخضراء انك تشيلها. روكت لانشر هذا غير اللي كان موجود في الحلقه الماضيه، وهذول برضو غير موجودين، هذا كان موجود من قبل. شاتجن ازرق، في سنايبر ازرق برضو بس حطيته في الصندوق في المدينه، وعندي سنايبر هذا برضو مره ممتاز، لكن مبسوط على الفيوجن رايفل. في واحد كتب كومنت قال لي ليه ما تجرب الهاند كانون، الظاهر انا كتب كومنت يعني ارسل لي في تويتر واحدة منهم. الهاند كانون شيء مره ممتاز، لكن في هاند كانون انتظر يطيح لاني اعرف عنه، قريت عنه وشفته في مقاطع، ف ظاهر ما يطيح الا في فينس او في مارس، بس انه في مهمه من المهمات ما اتذكر اي واحده. حولت للاوتو رايفل لانه اقوى حاليا، اقوى من البولس رايفل بالنسبه لي، مع ان البولس رايفل اقوى بالدامج لكن الاوتو رايفل والله كوزنج انكريس سبيرتي اشوف انه برضه حتى هذا ممتاز 143. خلينا نخليه على البولس رايفل مع انه هذا كان مره ممتاز يعني. خليني اوريكم الديتيلز اللي هنا صارت، زدنا هذه في هذه انكريس اتاك باور الاونج ذس ويبن تو كوز مور دامج. كنت مبسوط صراحه عليه، خلينا نحول عليه نبقى عليه احسن. شيء اخير برضو، لما رجعت لامريكا كنت صرت فاضي فطلعت كل الامبلمز هذه الجميله، واحس انها حلوه صراحه. تقدر تطلع عن طريق الاكواد، لو تكتب ديستني كودز في جوجل تطلع لك كلها. خلنا نروح لمارس ونبدا اول مهمه في مارس ونشوف شو السالفه. احس انه راح يكون الوضع جدا جدا ممتاز، احس اني قربت من نهايه اللعبه ما ادري ليش، احس انه ما بقى شيء خلاص. المعذره اذا احد زعل لاني ما صورت اللي صار والمهمات هذه، لكن راح ارجع العبها مع الشباب في البث المباشر، فتاكد انك تنزل تحت تضغط على رابط البث المباشر تسوي لي فولو هناك في تويتش عشان تلقى كل شيء جميل. في الغالب اني راح اسويهم على هارد عشان تطيح لي ايتمز مره كويسه، لانهم ليفلاتهم مره عاليه الشباب، ففي الغالب انه في البث المباشر. ادري انه بعد كم من يوم او الظاهر بكره يمكن من تسجيل الحلقه هذه اليوم يوم اللاعبين، فيمكن الناس ما يكونوا موجودين هالايام. These coordinates put the gate to the Black Garden near the lost city of Freehold. It's been buried in the sand since the collapse. Now the Cabal occupy the area and most of Mars. No one gets through their exclusion zone. Black Garden is miles from here, and the Cabal got a lock on orbital communication.
If you want your sparrow, we're going to have to break into one of their bunkers and disable the system. اوكي مهمة زي اي مهمة ننزل في كوكب جديد عشان نقدر نستعمل الدباب حقنا لازم نروح نسوي ديسيبل او نكسر البتاع حقهم هذا They blow up planets and moons just for getting in their way. Just so you know what we're dealing with. Okay. في برضو شيء مرة مهم للناس اللي تبغى تلفل بسرعة. البونتيز برضو هذا واحد كتب لي إياها في تويتر ورسل لي شكرا لك يا صديقي تراني أقرأ التويتات كلها اللي ترسلون لي إياها وأغلب الكومنتات اللي تجيني برضو أقرأها. Okay. البونتيز هذه مرة مفيدة اللي لونها أحمر. هذه بالاونلاين لما تلعب يعني ضد الناس واللي بالازرق هي اللي تسويها في الكواكب فانصح الواحد انه يسوي الباونتيز انا ما كنت ادري عنها صراحه لما واحد كتب لي وقال لي انها ترى مره مفيده لانها تعطيك اكس بي مره عالي يعني لو لاحظتوا اللي قبل شوي تعطيك 5000 اكس بي لانك والله لعبت 5 جيم بس او من تحت طيب يقول لي we avoid engagement قال اي انه لا نضربهم لين نعرف شو وضعهم بالضبط احاول اسكت دائما اذا اتكلم الجوست عشان اللي يبغى يسمع يعني ممكن هي اوكي ممكن ما تفهم وش اللي قاعد يقول ممكن انجليزيتك ضعيفه لكن برضو تستفيد يعني على الاقل ممكن انك تستفيد من طريق الكلام ولا شيء برضو بحاول اني اترجم اغلب اللي يقوله لكن ما اضمن لك انه كل اللي يترجمه يكون صح اوكي اوكي هذول اول مره اشوفهم فما ادري شو وضعهم بالضبط ورامي ناكزون دول الفيوجن رايفل جدا جدا جميل بس المعلومية لو تلاحظون مكتوب على اليسار chain of woo هذي خليني اعشق مرة بسرعة ف اما اميون ايش السكين جتة الدب قاعد يطير مشكلة فيوجن رايفل انك لازم 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 يشحن على قولتهم الين اوه وش ذا رازال علينا ذا وضعهم مو بطيب ذول اللي جالسين يقزون لو معهم زي النايت الظاهر او هذا الشيء انت باقي لي كم طلقه بس والله يحلقون الدبوبه ايزي والله الدمج ممتاز على السلاح ذا الاوتو رايفل على انه اضعف من الفيوجن اضعف من الثاني البولس لكنه ممتاز يعني مع هذول مع المتافيخ جدا ممتاز اوكي الموسيقى حلوه صراحه is accessible. Let's head toward the gate. اوكي، صار سبارو الحين جاهز. ممتاز. والله تقول كأنك في الربع الخالي يا رجل، ايش هذا؟ مناظر خلابة جدا. وش ذا؟ ولا شيء، احيانا ترى تلقى اشياء زي كذا فانصحك انك توقف تاخذها يعني اذا تبي.
لأنه جميلة جدا. The Cabal appear to be at war with the Vexier. Maybe they know something about the gate. There's a few outposts nearby. Let's check them out. Oh, level 18, 19 أعلى مني لكن. لا 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 لا. I don't want to get in the middle of this. I want to escape them. Yes, like this. I want to be Batman. يقول تبي تخش بينهم؟ لا لا طبعا ما بيخش بينهم، ما بيعدي منهم بس. An outpost should be up ahead. I can dig into the systems and see what I can find about the gate. Okay, يقول إنه بيهكرهم للعبرة. لا صدق والله قال إني بيحاول يهكرهم عشان يعرف شو وضعهم. قول على البيسة. الجرنيد لسه ضعيف مقارنة مع باقي الأشياء. بس لسه في السليم يعني. أم القهر. أو جاب جريد على السلاح. نايس. الحين بيصير أقوى أنا متأكد، لأنه الأبجريد الأخير على السلاح دائما يكون اللي هو شو اسمه ذا. أنا أقول لكم إياه. الأبجريد الأخير هو الإنكريس دامج. ولو تلاحظون كانوا يموتون من يمكن 10 طلقات او شيء، الحين صار يموتون باسرع. يا يضرب 100 و عم القهر. يعني اني اعرف الاغنيه يعني. وش ذا البغل؟ أم عاد لا يا شيخ ضيعنا طلقة على الفاضي كذا. أو شت شت ما عندي سلاح، ما عندي مو ما عندي سلاح، ما عندي رصاص. ماشي كنت حاط ميوت قبل شوي لانه جاني اتصال، واخي شيء وانت تسجل تختيم يجيك اتصال. وش ذا وش ذا وش طلع هذاك؟ شكله بياكل المدفع الصغير حقي المسدس الرائع. وخلص رصاصنا يا عيال، عيال خلص رصاصنا كذا. ابدا ابدا مو بجميل الوضع. اوكي انقلع انقلع. اوه سلم وين راح ذا؟ يلا عمركم شو وين راح؟
شيخ انقلع. والله الفيوجن رايفل ممتاز. طيب ما عندي رصاص. وشلون تطلق ما معك رصاص يا غبي؟ اوكي. وين اللي طلق علي؟ شوف 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 العلة. اوكي. خلينا نشوف ايش جانا، جانا اشياء كثيرة يا رجل وانا ما ادري. اوكي. جانا سنايبر رايفل جديد. ليفل نفس اللي عندنا بس انه الاتاك حقه افضل، فخلنا نسوي ديسمانتل لهذا. سوي ابجريد لسلاحنا الجميل. جانا هنا ريلودينج ذيس ويبن افتر ا كيل جرانت دامج بونس فور ا شورت تايم. اوكي. اذا ذبحنا احد سوينا ريلود يعطينا دامج زيادة. شيء كويس يعني دائما. وجانا السلاح هنا بس ما ادري وش هو. Possible content rare item ولا uncommon item. اوكي احيانا ممكن يطلع rare ولا uncommon، فشيء جميل هذا. هل شو نقدر نسوي ابجريد لذا؟ لا والله لسه ما عندنا المشكلة الشيء ذا البتاع. طيب الفيوجن رايفل ما عندنا رصاص. نحاول نجمع رصاص من اللي هنا. اوه وش ذا؟ وش هذاك الشيء؟ شيء اخضر يطير. طار نرصا. ايوه رصاص. نايس نايس نايس. حق الفيوجن رايفل ذا، حق السكند ويبن حقك. بنروح من هنا. اقول لكم ايه والله من جد شعور انك لما تلعب، خصوصا لما تبدا يعني قاعد تختم وقاعد تسجل وفجاه يجيك اتصال، شيء مأساوي جدا. ميريديوم باي. اوكي هنا لا تدرعم يا ابو مقرن، شوي شوي. مشكلة تعودت على الدرعمة. ليش؟ لاني رحت سويت المهمات القديمة، ف شغلي كان مو بدرعمة وبس، الدرعمة بعد. ف احس نفسي الحين اني مرة خارق، ما حد يقدر يلمسني. وصحيح صحيح انه لا ممكن اجيب ام العيد. اوكي. الو؟ من هنا؟ بعدين؟ بعدين؟ حيوان هذا اللي جوا. خذ. اوكي وين بروح؟ يمكن من فوق؟ والله يمكن ما ادري. الا والله الظاهر فوق. اوكي. اسلم وش ذا؟ يا رجل لا تقول لي بيطلع الحين باخره من هنا. الله يستر بس. الله يستر. الله يخارجنا. الا ولد طلع بلاوي من هناك. وسلام هذول رجعوا. وليفل ما ادري كم 17 جي جي. اوكي. وش ذا؟ increase range of golden gun, increase weapon reload speed, stacks up. خلا زي ما هي، ما ابغى اسوي ريلود للبتاع حقنا ذا. هذا وشو يا سوي ابجريد. هذا ابجريد نقدر ولا لا؟ نقدر. هاند كانن مع انه ما عندنا هاند. ما عندنا هاند كانن. اوكي خلينا نشوف يجينا شيء ولا لا. لا طبعا. هلا والله جانا اشياء. سكاوت رايفل وهلمت احسن من اللي عندنا. لا والله مو احسن من اللي عندنا، اخيس من اللي عندنا. ابو كلبيه شلون ديسبلنت احسن؟ اوه يعطيني ديسبلنت. اوكي تحسب انه يعطيني ديسبلنت احسن من اللي عندي. انا اللي عندي تعطيني سترينث. اوكي ما فيش مساكل.
شو المهمة اللي بعدها؟ ايش عندهم؟ ايش عندهم؟ ايش ما عندهم يا ولد؟ اوكي ايش؟ ايش ذا؟ هنا الابجريد، خلينا نشوف هذه. لا اللي عندنا احسن بكثير. هذه ايش تعطينا؟ كوز دامج وذ جرينيد ريديوس يور ميلي كول داون. ما في منها اي فايدة. لا في في لها فايدة بس انه. سكاوت رايفل مع السلامة يا سكاوت رايفل الابيض. هذا سكاوت رايفل افضل من جد. هذا ابو طلقة طلقة طبعا. ف اوكي. هذي بريزن كيلز انكريز يور وابن ريلود سبيد. ما احس اني احتاج الرينج حق الجولدن جان. هذا يزيد من المسافة اللي اقدر اطلق منها السلاح حقي الرئيسي هذا الصغير. جين اديشن ثرونج نايف هذي بعدين الظاهر. يعطيني ارمور زيادة. هذا يعطيني ريك كفري زيادة. طب لو سوينا كذا كيف صرنا الحين؟ احنا هنا هنا هنا. اوكي خلينا نشوف. اوه لا 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 قبل شوي احسن بكثير. ما احتاج الركض المشكلة. ما احتاج الهيرولا اللي مره مو بصاحي ذي، مع انه هذا نقص الريكفري عندنا بس ستيل. والله تصدقون ثينك واز اتريبيوتس. هذا زاد الارمر عندنا. خلينا نجرب اللي قبل شوي سويناه هذا ونشوف شو يصير. ايش لازم نرجع ولا لازم عادي نكمل؟ ايش المهمه اللي هنا؟ ما احس انه في شيء هنا الظاهر ولا ما اعتقد انه في مهمه في التاور. خلينا نكمل مشوارنا الجميل. هنا ايش عندنا؟ ليفل 16. يا هذه مهمتنا هنا الظاهر.